الإخوان الأخوات، صباحكم مبروك وجمعة مباركة. كاين واحد الخبر جد مهم بالنسبة للإخوان والأخوات العالقين في سبتة ومليلية. الخبر اللي كيقول لا كوميونيدا مسلمانا دي مليليا ديريجي اون كارتا ري دي ماروكوس بارا سوليسيتار لا ابيرتورا دي لا فرونتيرا دي سيوتا ميليا بور رازونيس فاميلياريس. بالي وبالعربية، الجالية المسلمة من مليليا تطلب من ملك المغرب إعادة فتح الحدود لأسباب عائلية. هاد الشيء اللي كيخصنا نوصلوا له اخوتي، عليها كثرنا من الفيديوهات وديال الاخوان والاخوات العالقين في سبته ومليليه، لان هاد الناس هادو حاله خاصه. لان بزاف الناس كيسولوني كيقولوا علاش كتهضر غير على الناس سبته ومليليه. اللي بغى يفهم علاش كنهضر على الناس سبته ومليليه بزاف يبقى معايا حتى الاخر الفيديو، ودائما البارطاج اخوتي. كذلك غادي نخليكم مع تسجيلات صوتيه جد مؤثره اخوتي، خليكم معايا وعافاكم البارطاج، لان حنا بدينا كنوصلوا داكشي اللي بغينا، لان ماشيين في الطريق نفس الطريق اللي مشاو فيه الاخوان الاخوات عفوا ديال الفراوله، اللي كما كتعرفوا راه تم الاجلاء ديالهم بنفس الطريقه. يعني رساله لجلاله الملك وفي 24 ساعه تحل المشكل ديالهم. نتمنى من الله يكون الفينال او تكون نهايه بحال عامله الفراوله. خليكم معايا والبارتاج واللايكات بزاف باش هادشي هذا يطلع، باش يوقع هادشي اللي بغينا نوصلوا له. راه بداو كيتحركوا بزاف، وهادشي هذا جا من بعد هاد الفيديوهات اللي بدينا كننشروا دائما، وبالفضل ديالكم انكم كتعاونونا بالبارتاج واللايكات فقط باش يطلع الفيديو باش يتشاف اخوتي، ماشي لشي حاجه اخرى. خليكم معايا، الفيديو جد مهم. كنقول نمشي للديوان نبدا نغوت عليهم عن هذاك، نقول باش نجيبها في جنابي وصافي. اكثر ما شي حنا كنديوها على عيني، اما نعور او نمرض او يوقع شي حاجه وصافي. كنقول ما بقاتنا حتى شي حياه بنادم بلا ولادو بلا دارو. والعيد هذا كيعيطوا لي كيقول لي ماما جابوا لنا العيد وما كيجبروكش وكيردوه فحالو. الله يرحمكم الوالدين. شوفوا بارطاجيو معنا هذا الفيديو باش يشوفوا المسؤولين هذا الشيء اللي حنا عايشين فيه. وراه عندنا واحد الطواليت عليه 75 ديال العيالات، واحد الطواليت كلشي كيدخل له كيطيح. الا طاحت بك القامه كتجيب الله. مش هاد المرات السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسونا من جديد في موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العاده نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الاخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي كما قلت لكم في المقدمه، يعني كاين هذا الخبر اللي هو مزيان بالنسبه للاخوان والاخوات العالقين في سبته ومليليه. لا كوميونيداد مسلمانا دي مليليا ديريجي اون كارتا ا ري دي ماروكوس بارا سوليسيتار لا ابيرتورا دي لا فرونتيرا دي سيوتا اي مليليا بور رازونيس فاميلياريس. وبالعربية اخوتي، الجالية المسلمة في سبتة ومليلية تطلب من ملك المغرب إعادة فتح الحدود لأسباب عائلية. المقال كيقول وجهت جالية مليلية المسلمة الخميس رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس كيطلبوا فيها إعادة فتح حدود مليلية وسبتة مع المملكة المغربية قبل 31 يوليوز، وهو يعني واحد المناسبة كبيرة للمسلمين، بأن كنهضروا على عيد الأضحى. يعني هنا كيهضروا على لأن كاينه بجوج، كاينه يعني الناس ديال مليلية وسبتة حاصلين في المغرب، والمغاربة ديالنا حاصلين في سبتة. يعني خص لابد يلقاو شي حل بحال الحل اللي كان مع الأخوات ديال الفراولة، راه في 24 ساعة لقاو لهم الحل. هنا عليها حنايا كنعملوا هاد الفيديوز دائما، وكنوصلوا الفيديوهات ديال الناس سبتة ومليلية والتسجيلات الصوتية كما شفنا، يعني كثرنا بزاف. هادشي بدا كيجيب نتيجة، ودائما كنطلب منكم انكم تعاونونا، تعاونوا هاد الناس مساكن. لان انا فتحت الواتساب نهار الاولاني والله العظيم اذا والله حتى تبكي، واللي غادي يسمع هاد الاوديوات اللي نزلتهم وما يهبطولوش الدموع راه غير يمشي يداوي راسو. والله العظيم بالله زعما حالات مؤثره، اطفال نساء، يعني زعما حشومه وعار.
والله العظيم حنا في 2020 وباقي كيوقع هذا الشيء هذا. وفيديو المكان فيه كينعسوا هاد النساء ديال المليلية، حنا شفنا ديال السبته كينعسوا في الخزاين ديال الزنك في هاد درجات الحراره المرتفعه. وبزاف ديال الناس غادي يسولوني غادي يقولوا علاش كتهضر على الناس السبته ومليلية، لان هاد الناس هادو حاله خاصه، حاله استثنائيه. دابا اللي في شي بلاصه في العالم بغى يدخل المغرب راه غادي يدخل، عنده الفليسات باش يقطع الطياره ويعمل التيست راه غادي يدخل. هاد الناس لا، اللي عندهم الفيزات ديال تشينكن ديال الاتحاد الاوروبي راه عملوا ديك الدوره ودخلوا واخا تقام عليهم داكشي غالي، ولكن هادو لا ما يقدروش يخرجوا، هادو حاله خاصه. انا هادو اللي كيبقاو فيا دابا هادو خصهم يخرجوا، لابد يخرجوا، لان غادي توقع بلا ما نذكر شي سميه، لان اذا سمعتوا ما يمكنليش ننزل انا داكشي كامل، كنزل غير شي حاجه ما كاينه شي. والله الليله د البارح تقريبا ما نعشتش من كنسمع هذيك الاوديوهات، وهذا انا غادي نخليكم مع هاد الاوديوهات ومع واحد الفيديو فين كيسكنوا هاد الناس يعني شهور. وما المهم اخوتي انا كنطلب منكم انكم تبارطاجيو وتسمعوا، عافاكم كنطلب منكم تسمعوا هاد التسجيلات الصوتيه. واحد السيده عندها بنتها تما توفى لها الوليد الصغير، دفناته تما وهي باقا حاصله تما لدابا. واحد السيده مسكينه كتبكي، انا عليها انا كنت عارف هاد الشيء هذا، ولكن ما كنتش عارف هاد الشيء هذا حتى لهاد الدرجه. يعني اليوم فتحتي للناس واحد المجال، بداو كيوصلوا لك داكشي ديالك وداكشي ديال داكشي زعما الصراحه. وشوف واللي ما سمعتش شي هذا ولا ما رديتش عليه، راه والله العظيم اذا تلقيت الميساجات بزاف 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 ما نقدرش نتصنت لهم كاملين. واللي ما رديتش عليه ولا هذا المسامحه، عاود نجاوبوا عليه ماشي مشكل. واخا هادشي هذا راه نتوما عارفين والله العظيم راه فيه شويه هذا، ولكن يعني اجل هاد الناس وهاد المعاناه هادو الانسان لابد يصبر. انا كنت عارف هادشي هذا ولكن ما عندي مانع من الصبر، غير الانسان ملي كترد عليه كل واحد وعلاش كيسولك. كاين اللي كيطلب منك فقط دقيقه ولا نص دقيقه كترد عليه ما كاين مشكل، وكاين اللي كيعيط ويشدك والله ما كتحشم تقطع عليه. واش فهمتوني؟ المهم ما نطولش عليكم الهضره بزاف، غادي نخليكم مع هاد التسجيلات الصوتيه كامله غادي تسمعوهم معايا، ونتمنى انكم تبارطاجيو. عافاك اخ عثمان. كنتينا عثمان لاباس؟ صحه لاباس وليداتك والعائله؟ انا عندي ابني مسمي عثمان، الله يجازيك بالخير. دابا كنتصنت في هذيك في الفيديوهات ديالك، دابا جبتيني كنشوفهم الناس اللي معلقين في شبل الطرف مليليه، دابا جبتيني كنشوفهم وتبعتك بزاف ودخلت عليك من عطيتي النمره، الله يجازيك بالخير. الفيديو انا مسبته مصوره وليداتي عندي، وتمشي عندي وليداتي وتزمم جود المرات تزمم سيدي مبارك وما كيردوش عليا مره، الله يجازيك بالخير. بغيتي نعمل فيديو نصيفطولك عيني والله ما كاينش تلف من البكي، كنبكي من الليل والنهار، انا عندي 8 د العيال وانا بكستي يا اخو، وانا هنايا وخرج في رمضان، خرجوا الناس وخرجوا من رمضان ومزممايا انا، وكذا بيعيطوا لي دابا بيعيطوا لي ما كيعيط حتى شي واحد، وانا هنايا كرهت سبته وكرهت حس سبته والله العظيم، الا خرجت بحالي ما نرجع لا شي مره، واخا يكون ليك واخا يدخلوا لا باطل ما نخرجش، واخا يدخلوا باطل وما ندخلش شي دار خطره. وانت لا بحال ابني، الله تعالى بارك يطول لك في العمر وليدي وخليك ربي وليداتك ويصفي لك ربي طريقك. ما عندك انا مع من تهضر؟ كنقول نمشي ندي وانا نبدا نغوت عليهم عند هذاك، كنقول باش نجيبها في جنابي وصافي، اكثر ما واش احنا كنديوها على عيني، اما نعور ونمرض او يوقع شي حاجه وصافي، كنقول ما بقاتنا حتى شي حياه بنادم بلا ولادو بلا دارو. والعيد هذا كيعيطوا لي عليك يقول لي ماما الناس جابوا لنا العيد وما كيجبروك شي وكيردوه بحالو. ايوا الحمد لله، الله يعدل من عند الله تعالى بارك، يعمل شي طريقة الخير، الله يعمل شي تاويل الخير يا سيدي ربي. يا الحبيب معنا الذكوره كيعيطوا لي يقولوا لي كاين شي صداع كاين شي مشاكل، وانا قلبي عالم عليها الله باش نطرطق. السي العثماني كيشوف كلشي هادشي، ومعنا المراه حتى هي مسكينه ولدات وماتلها البنت ومشاو دفنوها في سيدي ورياش، ومعانا البنت طاحت من القامة تهرست ميدها، ها دايره مسكينة الجبيرة راه كنا بينوها في واحد الفيديو. معانا المرأة وتاني وحدة أخرى ماتت أمها ساكنة في زيو سميتها يمنى،
والبنت هاجر مسكينه ما تباها جمع لي داز راك تشوف عيات ما كتحشم فيهم كتقول كطلب من السي العثماني السي العثماني الله يرحم لك الوالدين راه الوالد عيان وبغيت نخرج نشوفه هي مسكينه شنو غادي نقول لك البارح عاوتاني واحد البنت حتى هي من زيو باها مسكين مريض مشلل برجلي عيان زاد عليه الحال وكنشوف واحد المنظر هو كيهضر معاها وهي كتبكي ومن سدات عليه التليفون مسكينه طاحت سخفات الوالد ديالها كيموت وكتخدم عليه مسكينه مشلل بجوج د الرجلين دابا 11 عام وهو في الفراش وهي كتخدم عليه ودابا شوف راه بحال اللي كيقول لها انا السبب نتاعك بنتي باش سدوا عليك وتصور نتايا هاد المنظر والبارح مسكينه شنو غادي نقول لك واحد الحاله هيستيريه جو سوايع مسكينه وهي طايحه عينا ما نكبوا عليها الماء عينا المهم شنو غادي نقول لك شنو غادي نعاود لك واحد المعاناه وحتى شي واحد ما بغى يشوف فينا حتى شي واحد ما بغى يهضر علينا العثماني راك تشوف كيقول واش نبقى انا غنهضر على العالقين صافي يعني حنايا ما بقاش عندنا كاع شي واحد يهضر علينا ولا داوها فينا ولا خل اللي بغى يموت يموت ساميه ما شفت بنتي اللي رفدني راني نتكرفط بنتي دي ترفديني بنتي راني مريضة راني مريضة بنتي راني مريضة يا بنتي راني مريضة اما ما خلي يقول لهم يخليوك تخرجي تجي تعيدي معانا فراه ما كاين اللي يعيد معانا في هذا العيد السلام عليكم ابني عثمان كنتي وليدي لاباس بخير صحه لاباس كنا وليداتكم ولي مطار العائله باش نقول لك الله يجازيك بخير الله يكثر خيرك الله يكثر من مثالك الله يرحم والديك كتهضر على هذا الصنف ديال الناس اللي بقاو محبوسين اللي ما كيهضر فيهم حتى واحد ما كيهضر عليهم حتى واحد ما مفكر فيهم حتى واحد وانت انك فكرتي وكتهضر عليهم ومن نهار بدات هاد المشاكل وانت انك كتهضر زعما الله يجعل هاد الشيء اللي كتعمل في ميزانة حسناتك يا سيدي يا ربي وكنتمنى هاد الاوديو ديالي تعملوا في شي فيديو ديالك كنتمنى الا كان ممكن انا بنتي من ضمن هاد الناس اللي حاصلين في سبتة بنتي كان عندها العيل مريض عنده عام و 3 شهور كان عنده سرطان الدم وسكني هنا في تطوان ودخلناها السبتة وجبروه مريض والمهم دفعوها لكاديس ومن كاديس تبعت لمالاقا وعملت الفيزا فيها شهر ومشات الأول مرة والتاني وجات وعملت عودت الفيزا فيها 3 شهور ومشات لمالاقا تعمل له العملية زرع النخاع وفي رمضان توفى العائل جاب الله العمار ومات العائل وجبناه جابوه للسبتة جابته للسبتة صعدوها شي الناس وجابته للسبتة وطمرته في سبتة ولكن بقات من تما من رمضان وهي تما ودابا رمضان العيد الصغير والعيد الكبير هو علاهين وما كاينش حتى شي حتى شي حل كاين حتى شي امل ما كاين حتى شي واحد كيهضر عليهم جات ديك الدفعه اللي خرجات وما ما كاتشي ما عيطوا لها شي ما كاتشي في الليسته المهم عيطوا كانت مزمه ولكن عيطوا لواحد العدد ووقفوا فرحنا قلنا الحمد لله مادام خرجوا ديك العدد الناس راه غيبقاو غير شويه او شي شهر ثاني عاود يخرجوا الباقي ولكن والو ما كاين حتى شي حاجه وبقى بنتي هي بقات وحالة ديالها ما هي حالة بزاف ديال الناس اللي باقين تما وكل واحد وظروفه وكل واحد كيقطع القلب اكثر من الاخر ولكن بنتي حتى هي مسكينه بقات عندها الزهر بقات مع شي عائله ديالنا تما ولكن كيف ما كان الحال راه المده طوالت ومات لها بنا وهي بوحدها ما معها راجلها ما معها حنا والمده طوالت رمضان جاز تما العيد صغير جاز تما والعيد كبير تقريبا ها هو وخلف هذا الطريق خلف هذا الطريق كما كيقولوا الاخوات مساكن كاملين كيقول لك راه خلف هذا الطريق الا فتح لنا الباب راه ما كامله شي 5 دقائق ونخرجوا بحالنا ما بغينا منهم والو بغينا ما يحلوا لنا انا بيدي خدامه في سبتة بالسيكور ديالي بالوراق ديالي ودابا انا هنايا وما خدامه شي ولكن دابا حنا ما كنهضروش على الخدمه دابا الخدمه بحكم هذا المرض وهذا الشيء كيقول الحدود مشدوده خليها مشدوده ولكن اللي عالقين اللي حاصلين اللي مخلين ولادهم اللي مخلين عائلتهم حلوا لهم واحد النهار اتفقوا عليه وحلوا لهم اللي هنا حاصل يدخل واللي تما حاصل يخرج وصافي ما تخسروا علينا حتى شي حاجه الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم الله يرحم والديك ابني الله يرحم والديك والله الا حنا كنبكيو هنا يوميا وبنتي مسكينه باقي عندها 25 سنه بقى صغيره ومات لها عائل بحتيتها والغربه وما معها لا راجلها لا حنايا هي كتبكي يوميا وحنا كنبكيو يوميا كنخاف عليها دابا بقينا نسينا دابا مسكين العائل الله يرحمه دابا بدينا كنخافوا عليها هي اللي يوقع لها شي حاجه
راه تأزمت الحالة ديالها مسكينة، يوميا كتبكي وكتقول لك هادشي حتى ما عندنا حتى شي امال، ما كاين حتى شي امال، ما كيقولوا لنا حتى فوقاش، كون غير يقولوا لنا مثلا هنا عام نحسب ولديك عام، ولا هنا 3 شهور ولا 4 شهور، ولا ما كاينش، ما كاينش اللي كيقول لك لا غدا ولا بعده، ولا منسيين دوك الناس اللي تما، منسيين منسيين منسيين، ما كاينش اللي كيهضر عليهم ولا كيفكر فيهم غيرك. دابا انتينا بقينا كنتسناو غير الفيديو ديالك في اخي نزلو، الا سبقت انا شفتو انا كنصيفطو له، ولا سبقت هي شفتو هي كتصيفطو لي، بقينا بحال انتينا هو المتنفس الواحد اللي كنسمعو عليه الهضره على هذا الموضوع هذا، اما شي حاجه اخرى ما كايناش. كاين الدم، كاين الدم، ولكن ما كاينش اللي كيسقسي ولا يقول لك حتى فين نتوما، بحال حنا ما حناش مغاربه، ما حناش مسلمين، ما حناش بشر، حنا منسيين. علاش هادشي؟ علاش يشوفوا من حالتنا؟ ما يخسروا علينا والو، ما طالبين منهم حتى شي حاجه، طالبين منهم واحد نص نهار، نص نهار يخرج كل شيء ويدخل كل شيء اللي هما ضروريين وواحلين اللي هما هنايا وحاصلين واللي تما وحاصلين وصافي شدوا. الا كان عنده شي مشاكل مع بعضياتهم، حنا ما عندنا فيها حتى ذنب، ما عندنا حتى ذنب في هذا الشيء هذا، حنا ما عارفين والو في هذا الشيء هذا. يطلقوا الناس يمشيو في حالهم وصافي شدوا، صافي ما باقي بغينا والو حنايا، بغينا غير كل واحد يمشي للدار ديالو عنده وليداته، وهذا هو الامل اللي باقي لنا في هذه الحياه. صافي ما باقي لنا شي حاجه اخرى كنطلبوه. ايوا الله يهديهم، الله تعالى وتبارك يعمل شي فرج قريب يا ربي، الله تعالى وتبارك يفرج ويجيب شي فرج على يدك. هادشي هذا كامل اللي سمعتو، والسي العثماني كيقول لك العالقين، كتدخلوا له دائما العالقين، كتدخلوا له شي العالقين، هضروا له على شي حاجه اخرى. خليكم مع هذا الفيديو في كيسكنوا هاد النساء، وعافاكم عافاكم البارطاج هادشي هذا. احنا بدينا كنشوفوا شويه الضوء، لان انا قلت لكم هاد النساء راه حاله خاصه، حالات يعني استثنائيه، يعني ماشي بحال جميع العالقين، بحكم يعني القرب الجغرافي راه في الباب، كيشوفوا الناس اللي كانوا بالفيزات مشاو بحالهم، كتزيد يعني الازمات النفسيه ديالهم. كيشوفوا الاخوان ديال الاخوات ديال الفراوله خرجوا بحالهم، يعني كيزيدوا كيزيدوا يمرضوا، ولهذا بغينا هاد النساء هادو يخرجوا قبل العيد، يعيدوا مع وليداتهم. انتم شفتوا الاطفال الصغار كيفاش كيهضروا مع وليداتهم، والعيد هذا وكيهضروا على العيد و... يعني هادشي هذا والله العظيم انا ما كنتش حاسب حتى لهاد الدرجه، وانا هنا انا مع هاد الناس هادو حتى يتحل المشكل ديالهم، وما عمري غادي نسكت وديما غادي نبارطاجي. كل نهار انا قلت لكم فيما كان شي تسجيلات صوتيه، شي فيديوهات غادي ننزلهم، خليكم تشوفوا مع هاد الناس، تشوفوا هاد الناس فين عايشين. السلام عليكم، حنايا راحنا متواجدين في مدينه مليليه المحتله، ومتواجدين في بلاصه طورو، وشوفوا المعيشه اللي راحنا عايشين فيها، وشوفوا على مكان نعسو، شوفوا هاد الشيء اللي مكان نعسو، هاد الشيء راه ماشي نورمال. احنا راحنا مكرفسين، المهم شنو غادي نقول لكم، الله يرحمكم الوالدين، شوفوا بارطاجيو معنا هاد الفيديو باش يشوفوا المسؤولين هادشي اللي حنا عايشين فيه. وراه عندنا واحد الطواليت عليه 75 ديال العيالات، واحد الطواليت كلشي كيدخل له كيطيح، الا طاحت بك القامه كتجيب الله. مش حد مرات العيالات، واحد البنت مسكينه البارح كاع تهرسات، وحده البارح داوها الانعاش، راها مريضه في سبيطار كومالكار، ما سمعت الخروج ما في الخروج، نهار 15 غادي يحلوا لنا فاش قالوا ما كاينش الخروج، طاحوا هنا بزاف ديال العيالات، وشوفوا الشمس فينا، البرد فينا، كلشي. المهم ما كاين حتى شي حاجه هنا اللي غادي ترتاح لها، رحنا مكرفسين بزاف، وها شنو كيعطيونا باش كنتعشاو باش كنتغداو، عباد الله هذا واش ماكله؟ مرتضي لا مالحه، كاع العيالات طلع ليهم اتانسيو، طلع ليهم السكر. المهم شوفوا هاد المعيشه اللي حنا عايشينها، وشوفوا في حالنا وخرجونا من هنا. هاد النهار راه 16 في شهر 7، وحنايا رحنا هنايا دابا 4 شهور ساليناها، وغادي ندخلوا في 5 شهور، وخلينا ولادنا ووالدينا مشطون مينا، كلشي كيبكيو، العيالات كيبكيو هنا، وولادنا كيبكيو برا، ودابا العواشر والعيد. شوفوا الحيط، كنطالبوا الحيط، يعني ما بيننا وبين الكحل غير هذاك، يعني اللهم انا ما كرهتش شي واحد ما تبغي كنعسو هنايا، يعني حيط ما بيناتنا
وماشي حنا كنقولوا لهم الكحول ولا انما ماشي هي هذا هو النظام اللي خاصو يكون ما بيننا وبين حيط تقدر الله يحفظ يا سيدي ربي توقع شي حاجه يتبعوا لنا داك الحيط حنا ماشيين فيها كاملين ماشي على التحيط غير كونت بلاك غير كونت بلاك ماشي كونت بلاك وهذا الشيء راه منكر ودابا العواشر باقيين جوج سيمانات ما كاملينش العيد الكبير وهاد الايامات راه العواشر وخصنا نتجمعوا مع ولادنا ومع العائلات ديالنا وكنطالبوا المسؤولين والحكومه المغربيه تشوف حالنا وكنطالبوا محمد السادس جلاله الملك محمد السادس يشوف حالنا ويخرجنا من هنا الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين بارطاجيو معنا هذا الفيديو باش يشوفوه كاع الناس ويشوفوا هذه المعاناه اللي رحنا عايشين فيها حنا كنطالبوا ما كنطالبوا حتى بشي حاجه بغيناها بغينا غير نخرجوا لبلادنا حنايا رحنا متواجدين هنا في بلاصه طور وبغينا نخرجوا من هنا الله يرحم لكم الوالدين شوفوا في حالنا في هذه العواشر حنا باغيين نخرجوا من هنا كاملين باغيين نعيد مع والدينا ما بغينا حتى شي حاجه اخرى كل شي باغي يعيد مع والديه شي باغي يعيد مع ولادو والدينا مراضين ما عرفنا واش نحكوا عليهم ولا لا حتى انا خلينا انا عندي الوالد عيان الوالدة عيانة كلشي كيبكي ولادنا صغار بنتي عندها 3 سنين كتبكي دائما كتقول لها انا فوقاش تجي فوقاش تجي وكاينه مسكينه واحد المراه هنايا مات لها بنتها جات غير تولد كما شفتوا اخوتي هادشي هذا والله حتى زعما الصراحه جد مؤثر هادشي هذا والله 2020 وباقي هادشي هذا ما عرفتش انا فين هما هاد الجمعيات الحقوقيه وهاد لا حول ولا قوه الا بالله المهم اخوتي عافاكم يعني من اجل هاد النساء من اجل الاطفال ديالهم يعني عافاكم البارطاج هادشي اللي نقدر نقول لكم تهلاو لي فراسكم جمعتكم مباركه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والله العظيم تأزمت نفسيا.